احلى شباب جميعا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اخي انتم النخبه ما بيجيكم كورونا، ما بيسترجي يقرب عليكم حبايبنا. هلا الوضع هو الوضع الطبيعي اللي هو انتشار، بس لساته المنحني يعني بين المتسطح وبين الصاعد. ما في اصابات انفجاريه، يعني ما عنا اول يوم 1000، ثاني يوم 2000، ثالث يوم 4000، خامس يوم 8000. معدل الاصابات اليوميه لساته واحد. المشكله نحن ما عنا مسح، ما في امكانيه نعمل PCR لكل المرضى. هلا مشافي الدولة معظمها تقريبا تحولت مراكز حجر، نسب الامتلاء بالمشافي مختلفة بين مشفى ومشفى. أقل شيء موجود فيه هو المواساة، أكثر شيء موجود بالأسد الجامعي وابن النفيس وبالمجتهد. الشيء المنيح إنه الإصابة بالفيروس عم تجي كتير خفيفة، عم يعطي أعراض هضمية، شوية إسهالات مع حرارة، أو أعراض هيكلية بسميها ألم عضلي ومفاصل مع شوية حكة بالبلعوم وحرارة. يعني العرض الأساسي عم يكون موجود عند كل المرضى هو الحرارة. هلا معظم المرضى عم نعمل لهم صور، عم تكون الإصابة الرئوية اللي هي بين قوسين هي الإصابة القاتلة بفيروس كورونا، عم تكون كتير كتير خفيفة. الفيروس معجزة حقيقية، يعني كل بلد عم يعطي تظاهرات معينة مختلفة عن بلد تاني. بالعراق عم يجي فورا أعراض تنفسية وقاتلة، عنا عم يجي أعراض هضمية مفصلية مع حرارة، ونادرا ما تجي أعراض رئوية. هلا معدل الوفيات اليومي من 4 أيام وجاي، يعني ما بدك يعني قبل أربعة أيام ما كان في عنا هالوفيات. يعني اعتبارا من يوم الثلاثة لليوم الوفيات اليومية تقريبا بحدود 25. معظمهم حالات متقدمة، عندهم أورام، قصور كلية، قصور تنفسي. هلا كل الكادر الطبي عم يشتغل بمرضى الكورونا. المشكلة الأساسية عم نواجهها هي مع التمريض، إنه فهمهم إنه هذا ما له مريض مش كيماوي. مشكلة مريض كورونا بالمشفى ما بده شيء، بده بس سيروم، سيتامول وريدي، ديكساميتازون، وهيبارين مضاد للتجلط. التمريض وخاصة بالمناوبات الليلية ما عم يرضوا يفوتوا عند هدول المرضى. هلا عرفت انا شو معنات التنمر، انه انت هذا مريض بدل ما تقدم له رعاية خاصة نفسية تروح تهمله، يوم هو يحس حاله عاري عن المجتمع. التوجه الحديث هلا كل الحالات اللي عم يكون اكسجة فيها فوق 85 عم نتركهم ببيوتهم يتعالجوا، لأنه أكيد أهل البيت رح يديروا بالهم عليه للمريض أكثر من الممرضات. الحالة الوحيدة اللي عم نقبلها هي وتكون في عندي نخر رئوي شديد مع مريض عنده قصور تنفسي وبيحتاج للمنفسة. والحمد لله الحمد لله الحمد لله هدول ما عم يتعدوا 3-4 حالات يوميا بكل المشافي، لأنه هو مثل ما قلت لكم عم يجي أعراضه جهازية أكثر ما تكون تنفسية. ممكن يغير، هو مشكلة انه هذا ممكن بعد شهر يغير يصير يجي تنفسي اكتر، بس بيكون العالم انصابت. هلا اللي ما انصاب بشهر 11-12، اكيد نحن كان عنا اصابات بشهر 11-12، ومعظم العالم 60-70% تمنعوا. اللي ما انصاب عم يصاب هلا، واللي ما انصاب هلا بده ينصاب بعدين. لا مفر من هذا الفيروس، الكل بده ينصاب، كلكم يعني كلكم. الله يحميكم، وإذا بده يبعث لكم إياه يبعث لكم إياه بشكل خفيف مشان تكتسبوا مناعة أنتوا وعيالكم وما يصير عنا مشاكل. يسعد صباحكم.